الشيخ سايد الله يرحمه كان حلمه يشوف الإمارات من الدول المتقدمة في العالم، والحمد لله نحن عندنا الموارد الطبيعية عشان نحقق هذا الحلم. واجبي أني أحافظ على سلامة الموظفين وأعطيهم من أحسن الممارسات العالمية من ناحية الأمن والسلامة. بصراحة إذا حصلت طريقة مبتكرة أخلص فيها شغلي وأنجزه، بيبي تساعدني. عندنا أكثر من 2000 عالم يشتغلون على أحدث الابتكارات بس بمراعاة البيئة. برأيي هذا الشيء وايد مهم لأبوظبي، عشان عندك الحقول القديمة والتكنولوجيا وتزيد الاستخراج بعد تروح أعمق. الحمد لله عندنا في الإمارات القادة اللي دوم يحثوننا على الامتياز. عندي شركة تركز على تطويري أنا وتساعد في تطوير البلاد. عندي عائلتي اللي أنا بساعد تربيتهم عشان يردون الجميل ويطورون بلادهم.